لمن يبحث عن حلقات المسلسل الجزائري قلوب في صراع تجدونها كاملة على القناة الرسمية للتلفزيون الجزائري إن تي في على اليوتيوب. المسلسل يروي حكاية رجل غني جدا له مشاكل مع زوجته بسبب عدم الإنجاب، وبالصدفة يكون مسؤولا عن حادث سير فيتسبب في قتل رجل له بنت فاقدة البصر. وتقوم رزيقة فرحان بدور كاتيا المرأة التي تستغل جمالها لتحقيق طموحاتها على حساب الآخرين. السيناريو والحوار لزبير أومينر وإخراج لنزيب قايدي، بطولة مصطفى العريبي، عمار معروف، نوال زميت، رزيقة فرحان، زرزور طبال، حمدان بومعد، آنيا لوانشي، عبد الكريم بريبر، أحمد العجون، إيمان، وعلي بودكاني. متابعة طيبة للجميع.